بناء السيارات ليست مهمة سهلة بصرف النظر عن خفض التكاليف. هناك العديد من اللوائح التي تغطي قطاعات متعددة، وتحتاج شركات صناعة السيارات إلى الالتزام بها، أهمها معايير السلامة. افتتح إيلون ماسك الستائر مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر لكشفها عن سيارة سايبر تراك الجديدة من تسلا. هذا هو النموذج الرابع في مجموعة تسلا، وهو النموذج الوحيد الذي يستهدف بشكل مباشر القطاع الأكبر مبيعاً في سوق السيارات الأمريكي. رفعت الشاحنة المصابيح عند الإطلاق بسبب تصميم غير عادي، ولكن صداها واضح مع شخص ما. في غضون بضعة أيام فقط قام مئات الآلاف بإعداد المركبة مسبقاً كتخيلات لشكلها. شاحنة النقل الكهربائية قادرة على تحقيق بعض المآثر المذهلة، يمكن أن تتسع لستة أشخاص، ويزعم أنها مقاومة للرصاص في الجسم والزجاج على حد سواء، وتأتي مع ارتفاع قابل للتعديل للركوب السرير، رغم أن تسلا تصر على تسميته قبو. يبلغ طوله 6.5 قدم. هناك ضاغط هواء على متن الطائرة، ومخرج يسمح للمستخدمين بتشغيل أدوات الطاقة أو ببساطة شحن الكمبيوتر المحمول الخاص بهم بعيداً عن الشبكة عن طريق سحب الكهرباء من حزمة البطارية. هناك قدرة سحب هائلة بالسيارة تبلغ 14,000 رطل، متجاوزة بعض منافسيها من البنزين مثل فورد F-150، ويتم سرد نطاق الشاحنة على بعد 500 ميل. على الرغم من أن ذلك ينطبق على طراز الـ AWD الأعلى والمواصفات، والذي يحصل أيضاً على 0 إلى 60 ميل في الساعة في 2.9 ثانية فقط. سيحصل الطراز متوسط المدى على دفع رباعي بمحرك مزدوج و300 ميل من المدى، في حين سيوفر متغير مستوى الدخول محرك دفع خلفي من محرك كهربائي واحد، ويبلغ أقصى مدى للقيادة 250 ميل. ولمحبي الطرق الوعرة، تتمتع الشاحنة بارتفاع أرضي 16 بوصة، وزاوية اقتراب 35 درجة، وزاوية ميل 28 درجة. عندما ينتهي وقت المغامرة، سيتمكن المالكون من تشغيل مجموعة السائق الآلي الخاصة بالتكنولوجيا شبه المستقلة في الشركة، مثل التحكم التكيفي في الطواف، والمساعدة على الحفاظ على الممرات، المساعدة في توجيههم إلى المنزل. القيادة الذاتية الكاملة هي أحد الخيارات أيضاً، على الرغم من أن ما إذا كانت تتوفر عندما ستدخل الشاحنة إلى الإنتاج في الهواء أم لا. من مزايا تشغيل مثل هذه الشاحنة الكبيرة بالكهرباء بدلاً من البنزين أن المقصورة هائلة، لذلك لأن المحرك الكهربائي يشغل مساحة أقل بكثير من محرك ذو 4 أو 6 أو 8 أسطوانات. تشير عجلة القيادة المستطيلة إلى أن سايبر تراك لا يزال في مرحلة المفهوم، ونحن لا نتوقع أن يشق طريقه إلى نموذج الإنتاج. إن شاشة اللمس ذات المناظر الطبيعية مقاس 17 بوصة المزروعة في منتصف لوحة القيادة تعتبر حارساً. إنه يعمل على التطور التالي لنظام المعلومات والترفيه الخاص بتسلا، ومن المعقول افتراض أن البرنامج سوف يتحول إلى طرازات أخرى في السنوات القادمة. سيبدأ سايبر تراك بمبلغ 39,000 دولار، مما يضعه في خلاف مباشر مع الشاحنات التي تعمل بالبنزين. أثناء الكشف انكسر الزجاج القوي للغاية عندما تم إخضاعه للاختبار، على الرغم من أن الجسم المعدني واجه ضربات مطرقة متكررة، كما كان أداء أفضل بكثير عندما حرض في شد الحبل ضد الفورد F-150.